تحليل الأنسجة وأهميتها في التسميد المعقلن في زراعة النخيل. السعف هو النسيج النباتي الذي يعكس حالة النخيل الغذائية، وله أهمية بالغة بالنسبة للنخلة، حيث يقوم بعملية البناء الضوئي ويصنع الغذاء لها، ويمد ثمارها بما تتطلبه من مواد سكرية ومواد غذائية أخرى. ومنه يعتبر عدد وحجم السعف الأخضر دليلاً أساسياً لنشاط النخلة وقابليتها الإنتاجية. وعلاوة على تقييم كمية العناصر الغذائية المتاحة للنخيل في التربة عن طريق تحليلها، يعد تحليل سعف النخيل بعد جني المحصول في غاية الأهمية لمعرفة محتواها من العناصر الغذائية مقارنة بالكمية القياسية الواجب توفرها، والاستفادة من ذلك عند وضع برنامج التسميد لتحسين الممارسات الزراعية للنخيل وتحقيق نمو أمثل وحاصل أفضل. ويمكن الاسترشاد بطبيعة الأعراض الظاهرية على أشجار النخيل لتحديد نوع العنصر الغذائي الذي به نقص، غير أن إجراء التحليل الكيميائي للأوراق يمكن من تحديد العنصر بدقة ومعرفة نسب العناصر الغذائية الأخرى. وتبعاً لمكان وجود السعف في رأس النخلة، فإنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجاميع: السعف الأخضر المسن والمتدلي، السعف الوسطي، والسعف الحديث القريب من القمة النامية والذي لم يبدأ نشاطه في عملية التمثيل الضوئي. وتعتبر مجموعة السعف الأخضر الوسطي والنشط في عملية التمثيل الضوئي المجموعة الأنسب لأخذ العينات الفرعية، بحيث يقص عدد من الوريقات الوسطية للسعف الوسطي ثم توضع في كيس من الورق، ويتم كتابة البيانات الخاصة بالعينة على الكيس لتسهيل تداولها بعد ذلك، مع الحرص على تحديد نوع الصنف وعمر النخيل. هذا ويتم جمع عدد من العينات الفرعية في العديد من الأماكن باستعمال الطرق العلمية لتكوين عينة نهائية تمثل الحقل. وعند وصول العينات الورقية إلى مكان تجهيزها، يتم جمع العينات الفرعية مع بعضها، ثم تغسل غسلاً جيداً بالماء لإزالة الأتربة والغبار من طبقتها الخارجية، وتقص بعد ذلك إلى أجزاء صغيرة، ويتم نشرها على ورق سميك لتجفيفها هوائيا في أماكن لا تتعرض فيها للتلوث، كما يمكن وضعها في فرن كهربائي للتجفيف عند 65 درجة مئوية لحين ثبات وزنها. بعد التجفيف يتم وزن الكمية المطلوبة من العينة النهائية، ثم توضع في كيس ورقي يوضع عليه ملصق يحتوي على جميع البيانات الخاصة بها. وفي الأخير يتم إرسال العينات للمختبر المتخصص من أجل إجراء التحليل الكيميائي لها.